أوه يا أصدقائي، إنها لعبة GTA 5 على الحاسوب. أشخاص كثيرون يحبون هذه اللعبة. هذه اللعبة يمكنك اعتبارها كل شيء، عالم كبير لتكتشفه وتتجول فيه، والكثير من السيارات، الأسلحة، الأشخاص، وأيضا مواصفات خيالية من أجل أن تقوم بتشغيل هذه اللعبة على حاسوبك. لا بجد يا أصدقائي، شاهدوا كل هذه الأشياء. 65 جيجا فقط لتثبت اللعبة. أستطيع سماع حاسوبي يبكي بمجرد النظر إلى هذا. لكن مهلا، هذا لن يوقفنا. حسنا، لكن قبل بداية هذا الفيديو أود أن أريكم هذه المحفظة التي وصلتني من بانجود، وهي محفظة رائعة جدا بحيث أنها مضادة للسرق، بالإضافة إلى أنها مقاومة للمياه، أنك تستطيع أن تقوم يعني بسكب عليها المياه دون أن تخاف. تستطيع مثلا الغطس بها إذا أردت. أظنني بالغت في هذا، لكنها صراحة أعجبتني. يمكنك أن تقوم بشحن هاتفك من هنا. سو محفظة رائعة، سوف أترك لكم رابطها أسفل الفيديو في الديسكريبشن. وأيضا وصلني هذا الحذاء الأنيق جدا الذي أيضا سوف أتركه لكم أسفل الفيديو في الديسكريبشن. سو أصدقائي، في هذا الفيديو سوف أريكم كيف تقومون بتشغيل لعبة GTA 5 على حواسيبكم حتى لو كانت ضعيفة جدا، بحيث أنني قدمت لكم فيديو سابق لقد وصل حاليا إلى أزيد من 500 ألف مشاهدة، يمكنك مشاهدته، سوف أترك لكم رابطه أسفل الفيديو، بحيث يعني أريتكم في ذاك الفيديو كيف تقومون بتحميل لعبة GTA 5 وتقومون بتثبيتها على حواسيبكم. والآن سوف أريكم كيف تقومون بخفض الإعدادات وتقومون بخفض الجرافيك إلى أقل مستوى من أجل أن تقوم بتشغيلها حتى لو كان حاسوبك ليس حاسوب وحش كما يتطلبه من أجل أن تقوم بتشغيل هذه اللعبة. سو أصدقائي، كما تشاهدون معي هنا، سوف نقوم بالتعديل على بعض الإعدادات. بالنسبة لي أول شيء سوف تقوم بالذهاب إلى الجرافيك، وبعد ذلك سوف تقوم بخفض الريزولوشن إذا كان هناك ريزولوشن مرتفع، بحيث مثلا لو كان لديك مثلا 1280x720 يمكنك أن تقوم بخفضها إلى ريزولوشن يعني أصغر أو يعني شيء من هذا القبيل. وفي الأعلى هنا لدينا دايركت إكس فيرجن في الأعلى، يمكنك مثلا أن تقوم بتصغيرها. مثلا أنا أستعمل 11، يمكنك أنت أن تقوم مثلا باستعمال 10 أو 9. الآن كما تشاهدون معي سوف نقوم بالذهاب لنقوم بخفض هنا. كل شيء هنا إذا وجدته مرتفع قم بجعله نورمال، أي عادي، شيء عادي جدا. سو أصدقائي كما تشاهدون هنا لدينا هذا العالم. أوبس، دعوني أقوم بأخذ هذه السيارة لأن هذه الشاحنة ليست مناسبة لهذه الطريق. آسف، لكن السيارة أصبحت ملكي الآن. سوف نقوم الآن بالذهاب بهذه السيارة. واو، هذه السيارة سريعة جدا، لكن حاسوبي ليس كذلك. سوف نقوم الآن بالتعديل على بعض الإعدادات. سوف نقوم بالذهاب هنا إلى دايركت إكس فيرجن. هنا لدي 10، يمكنك أنت مثلا أن تقوم بخفضها إلى 9 أو هكذا، يعني قم بخفض الدايركت إكس الذي أنت تستعمله أو الذي أنت تستخدمه من أجل أن تقوم بتشغيل هذه اللعبة. على سبيل المثال سوف أتركه 10. هنا في الأسفل سوف تقوم بالذهاب وتقوم هنا بخفض جميع هذه الأشياء الموجودة هنا، وقم بخفض التكستر والشادر وشادو والريفلكشن، قم بوضعها نورمال أي عادية. وإذا كان حاسوبك ضعيف جدا فقم بخفضها إلى أدنى مستوى، أي حولها من نورمال إلى لو، أي جرافيك يعني ضعيف جدا، قم بتحويلها. وأنا متأكد أنك سوف تلاحظ فرق كبير، بحيث أصبحت الآن اللعبة تشتغل ب 34 فريم بير سيكند، وهذا شيء رائع. عذرا يا صديقي، سوف أخذ سيارتك. واو واو واو، لماذا تضربني؟ لقد فقط يعني أخذت سيارته، لا أعرف لماذا يضربني. المهم يا أصدقائي، سوف نقوم الآن بالذهاب مباشرة إلى الأوديو. سوف نقوم بإزالة الأوتو سكان فور ميوزك، قم بعمل لها أوف، لأنه عندما أنت تقوم بتشغيل اللعبة فالجي بي يو الخاص بالجي تي 5 فهو يعني يظل يبحث عن الأوديو، أي يظل يبحث عن الموسيقى، وهذا أمر سوف يبطئ من الجي بي يو الخاص بحاسوبك. هنا سوف نقوم بالتعديل على بعض الإعدادات، بحيث يمكنك الذهاب إلى الإعدادات المتواجدة بمجلد اللعبة بالدوكيمنت، بعد ذلك قم بتحويل 1 إلى 0. هنا في
بالبارتيكل شادو قم بتغيير ترو قم بعمل لها فولس، أي أن ترو تعني يوجد، أي أن الشادو أي الظل يوجد، أما إذا قمت بكتابة فولس فسوف يختفي الظل الموجود باللعبة. هنا في الأسفل أيضا قم بتغيير ترو إلى فولس، وهنا في Reflection Blur أيضا قم بتغييرها إلى False، وأيضا في Lighting قم بتغييرها إلى False، أي الأضواء سوف تختفي، انعكاس الأضواء سوف يختفي، مثلا الظل أيضا سوف يختفي، وانعكاس السيارات، انعكاس الزجاج، وأيضا لا تنسى أن تقوم بحفظ الملف قبل تسجيل خروجك. الآن يا أصدقائي سوف نلاحظ، واو هذه اللعبة صراحة تبدو غبية جدا بدون الظل، أي أن الظل يلعب دور كبير في اللعبة من أجل أن يقوم بتزيينها. كما تلاحظون أصبحت اللعبة سريعة جدا، لكن البحر صراحة أرجوك لا تقوم بالعوم يعني أو لا تقوم بالسباحة، لأن المنظر يصبح يعني غير مقبول، لكن اللعب لا زال ممتعا، يعني يمكنك تحطيم الأشياء، يمكنك أن تقوم بدعس الناس، هذا أمر رائع. استودعونا نقوم الآن إلى الخطوة الثانية أو الخطوة الثالثة لا أعرف، على كل حال سوف نقوم الآن بتجربة شيء آخر، لكنني دعني يعني أقوم بأخذ هذه الدراجة. سوف أقوم الآن بالذهاب إلى المطار، كما تشاهدون 51 فريم بير سيكند، وهذا أمر رائع جدا، أي اللعبة شغالة بسرعة. سوف أقوم الآن سوف أبحث عن مكان لأقوم بالهبوط إلى مطار، لا أعرف هل هناك طريق أم لا. أوبس لقد تم حل المشكلة، لقد هبطنا بسلام. سوف نمر الآن مباشرة لنقوم بالدخول إلى المطار لنقوم بتجربة السرعة، هل فعلا اللعبة تشتغل. دعونا نقوم الآن بالدخول. ها نحن ذا يا أصدقائي، سوف نقوم الآن بالذهاب مثلا لتجربة الطائرة من أجل أن أريكم كيف يبدو منظر اللعبة فوق يعني من السماء، يعني كيف تبدو الخريطة من الأعلى. لكن لا أظن أن الشرطة سوف تتركنا نقوم بالمهمة لأنها الآن تطاردني، لكنهم لن يمسكوا بي لأنني بالطائرة سوف أطير، يعني أمسك بي إن استطعت. أمسك بي إن استطعت. أوبس ليتني ظللت ساكتا. دعونا الآن كما تشاهدون ها أنا ذا في الطائرة، وكما تشاهدون هذا هو منظر الخريطة أو منظر المدينة من الأعلى. كما تشاهدون ليس هناك فرق كبير بين الأول والأخير، لكن عندما أقترب أكثر وأكثر تلاحظ أن هناك يعني شيء تغير. سوف نقوم الآن بالذهاب أصدقائي إلى الإعدادات، بعد ذلك سوف نقوم بالذهاب إلى الجرافيك، بعد ذلك سوف تقوم بخفض ما يسمى بالفي سنس، سوف نقوم بعمل لها هالف أي المنتصف، أو يمكنك أن تقوم بخفضها أيضا إلى أقصى حدوده يعني حسب حاسوبك، إذا كان ضعيف جدا قم بخفض جميع الإعدادات، قم بخفضها إلى أقصى ما يمكنك. كما تشاهدون هنا لدينا في الريفريش قمت بوضعها على 60، وكما تشاهدون يعني اللعبة لا زالت ممتعة، هذا لا يعني أنها ليست ممتعة، كما تشاهدون يمكنك لعبها بحرية، وأنا متأكد أنها سوف تشتغل معك إذا قمت بالتعديل على هذه الإعدادات التي أريتك قبل قليل. وأرجوكم أتمنى من هذا الفيديو أن يعجبكم، دعوني أقوم بعمل يعني دورة خفيفة فول سبين كما تشاهدون. واو أنا صراحة بارع، أو شجرة شجرة، أو الحمد لله مرت على خير. سوف أحاول، أو لن أحاول.